سكان بلدية دائرة بن سرور يطالبون فتح مكتب تشغيل حتى يكون فرع. هذا ما يتطلبش ميزانية ولا من نطالب الوالي، لأن رئيس دائرة مجرد وعود رئيس البلدية. هذا موش ميزانية تاع دولة ولا من الوالي، مجرد مكتب وزوج ميكروات يفتح. وهذه الحقرة علاه كل يوم يطلعوا الجماعة ما شاء الله يطلعوا من بن سرور، من دائرة بن سرور يطلعوا لبوسعادة ويعانوا من الصباح للمساء كرارس. علاه هذه قمة الحقرة من الولاية ومن الدائرة. رئيس الدائرة يكلمنا مجرد كلام، روحوا راكم ديروا ما يدير والو. رئيس الدائرة ما يدير والو، مجرد مكتب وزوج ميكروات راه مش مشروع تاع ميزانية تاع دولة ولا ميزانية بلدية. مكتب وزوج ميكروات قادر يفتح فيه 24 ساعة. نطالب ونلح على الوالي يتدخل شخصيا في الأمر هذا، وحنا نأكدوا وقوفنا يوم الحد. نطالب بشباب واد شعير، محمد بوضياف، بوملال، الشب، الزرزور، نهار الحد الصباح يكونوا هنا. نطالب شباب محمد بوضياف، الشب، الزرزور، بوملال، نهار الحد كاين عندنا وقفة هنا الصباح. وهذه الوقفة وقفة سلمية، حق من حقوقنا. هذا ما يتطلبش ميزانية ولا أشياء من هذا القبيل. قضية مكتب موجود، زوج ميكروات لا غير. إلى متى هذه الحقرة والتهميش؟ بركات، أنا نعانوا، كل الناس تعاني في بن سرور من هذا. أرجو من الوالي المحترم أن يأخذنا هذا المطلب بعين الاعتبار، وشكرا. سكان بلدية بن سرور والدائرة كامل نطالب بفتح وكالة محلية للتشغيل للشباب. حنا دايرين وقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة، وهذا مطلب شرعي لكل شباب. راه عدد سكان تاع الدائرة حوالي 60,000، ولهذا علاه يعني عين ملح فيها وكالة تشغيل، وبوسعادة فيها وكالة تشغيل، وسيدي عيسى فيها وكالة تشغيل، وعين الحجال فيها وكالة تشغيل، وبن سرور الدائرة من عام 87. يا سبحان الله العظيم. ولهذا احنا نطالبوا بفتح وكالة تشغيل للشباب. هم يروحوا لبوسعادة، يروحوا على 12 تاع الليل، ويروحوا للوحدة تاع الليل. ولحقتنا معلومات بلي انهم حتى الدالة تاعها، الدالة وباه يدير لاشين يشريها ب 100,000. سبحان الله. المقرات كاينين، الميكروات كاينين، ولا عاد البلدية ولا الدارة ما مش قادرين يوفروا زوج ميكروات ولا قادرين يوفروا العمال، حنايا فولونتير ونشريو زوج ميكروات. حنا بينا ويدنا وخواتاتنا والشبيبة ما لازمش يروحوا. ترى انت على زوج تاع الليل بدات نتفرج كارتون اول، رانا في 2022. مش هذه هي حقرة، ما يهاكل تهميش، ما هو هاكل دايرة، ما هي دايرة. وهذه هي احنا رانا عندنا طلب واحد فريد، اننا تفتحونا وكالة تاع التشغيل ويسجلوا فيها الشباب ومحترمين، وكل واحد يجيب، واحد يجيب مرته ولا واحد يجيب اخته ولا واحد يجيب خوه، على الاقل تكون حاجة في المستوى. هون تروح ل 12 تاع الليل بوسعادة دايرة، مالا احنا ماناش دايرة، ماناش دايرة، معليش. لا كلش في الدايرة، احنا خايفو روح فرع أملاك الدولة، فرع سونار غاز، فرع سي ان ار، فرع اعطونا فروع احنا ثاني خي دايرة، ما كانش قادرين توفروا لنا هاد المؤسسات، اعطونا فروع. فرع سونار غاز هاو كاين، انا دايرين التخليص. فرع سي ان ار ما كانش، أملاك الدولة روح لعين الملح، انترنت روح لعين الملح، اما ايش هذه هي؟ ولا عقب بزاف. رانا في 2022. ياسر 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 شبيبه كرات، انت دبر 30,000 تروح لبوسعاده، ولا عقب بزاف. كان اللي ما عندوش، كان اللي ما عندوش الله غالب، سبحان الله العظيم. وتتغدى ب 50 تقعد حتى العشوه، ومن بعد ما تلقاكش الداله وروح لداركم، اقعد روح وارواح، تعود بها في قشك باه تروح لبوسعاده. هذه يا شباب مواسي هكذا، مش هذه هي. احنا المقرات كاينين، اتصلنا بشيف دايره، اتصلنا برئيس بلديه، قال اوكي هانا نشوفو، هانا نشوفو، حنا ثاني هانا نشوفو، هام الشبيبه واقفين، ماذا بينا؟ ديروا لنا حل وخلاص. هذا ان الشباب بن سرور وسكان بن سرور يعانون، بنات بن سرور، بنات بن سرور، بنات بن سرور يعانون امام مكتب التشغيل في دائره بوسعاده. يطلقون يوميا من الساعة الواحدة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. خافوا ربي، خافوا ربي، خافوا ربي في سكان بن سرور. نطالب السلطات العليا، السيد الوالي، بتدخل العاجل، بتدخل العاجل لفتح مكتب تشغيل في بن سرور. بيرو مونديفر
بيرو موندافر في دائرة بن سرور.